بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم اليوم على الانتيجين. هنتكلم اليوم في المحاور التالية. اليوم المحاضرة الرابعة حول موضوع هنتكلم عليها في المحاور الآتية. هي تعريفات مهمة جدا تستوعبها. ما معنى اميونوجين؟ ما معنى انتيجين؟ ما معنى ايبيتوب؟ ما معنى هابتي؟ وكمان عاوزين نعرف الفاكتورز اللي بتعمل افكتنج على الاميونوجين سيتي. في فاكتورز بتعمل افكت، عاوزين نعرف ايش هذه الفاكتورز. الامر الاخر وهو الموضوع المهم، هنتكلم على الكومن انتيجين، اللي هي بعد ما نعرف الانتيجين هنتكلم على الكومن انتيجين. لكن اهم ما في الكومن انتيجين هنتكلم على السيلف انتيجين، اللي هي الميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس. هنتكلم عليه بالتفصيل لانه مدخل اساسي لفهم المناعه. فاتمنى تكونوا مركزين معي على اساس الامور تكون سهله ان شاء الله. في النهايه كما اتفقنا هنعمل تيست للاور سيل. طيب ما معنى اميونوجين؟ ركزوا معي بالله على الديفينيشنز دي على اساس هي مدخل لفهم الموضوع. ما معنى اميونوجين؟ اميونوجين معناها الاتي. معناها انه هذا انسان تعرض لفورين باركت نسميه انتيجين. وانس انه حصل الفورين باركت حصل اميون ريسبونس، سواء كان هذا الاميون ريسبونس انتي بوديز او سيل. اذا ببساطه الاميونوجين هو عباره عن اي فورين سبستانس ذات اندوز سبيسيفيك اميون ريسبونس. إذا ما هو الإميونوجين؟ ببساطة هو عبارة عن فورين سبستانس. عندما تدخل الفورين سبستانس إلى جسم الإنسان يحصل إميون ريسبونس. طيب هذا الإميونوجين. طيب في مصطلح آخر اسمه الأنتيجين. ما معنى أنتيجين؟ أنتيجين هي أي فورين سبستانس أكيد تحدث إميون ريسبونس، لكن الأهم من هذا أنها تعمل رياكتينج مع هذا الاميون ريسبونس. الفرق بينهم بسيط، هو أدفانس مش عليكم لكن تفهموها مبدئيا. إذا الأنتيجين إنه الاميون ريسبونس اللي حيطلع قادر إنه يعمل رياكتينج مع الفورين سبستانس، لكن الاميونوجين ليس بالضرورة. الاميونوجين جاست رودكشن للاميون ريسبونس. إذا زي ما اتفقنا إنه حيحصل رياكتينج بالنسبة للأنتيجين، الإميون ريسبونس اللي حيحصل رياكتينج مع الفورين سبستانس. وبالتالي إحنا مبدئيا نقول ممكن بالنسبة للليفر حقنا نتكلم إميونوجين أو أنتيجين نفس الشيء، ما في مشكلة، ممكن نتكلم عليهم إنه نفس الوضع. طيب في مصطلح ثالث اسمه الإيبيتوب. ما معنى إيبيتوب؟ كانوا يعتقدوا زمان العلماء إن الاميون سيستم لما يطلع اجينست الهول انتيجين. فبعد تطور العلم قالوا لا، في الانتيجين اللي هو البارتكلز في سبيسيفيك سايت، هذه السبيسيفيك سايت الاميون ريسبونس يطلع لها، فسموا هذه السبيسيفيك سايت سموها ايبيتوب او يسموها انتيجينيك ديترمينانت. كيف اكتشفوها؟ تعرفوا الالبيومين. طيب الالبيومين راحوا مسكت الالبيومين حقنوه في ارنب، فتفاجؤوا انه في 6 different of antibodies. ما معناها؟ معناها انه كل انتيبادي له سبيسيفيك سايت يلتصق عليه. ومن هنا جاء مصطلح الايبيتوب ومصطلح الانتيجين ديترمينانت، بمعنى انه كل انتيجين ما فيش سايت واحد، في different سايت. هذه different سايت نسميها ايبيتوب أو نسميها أنتيجينيك ديترمينانت. طيب هذا اللي قدامكم كم إيبيتوب عليه؟ أربعة إيبيتوب. وبالتالي ما معنى سبحان الله، شوفوا حكمة الله عز وجل. هذا لو هذا باركل أو أنتيجين حتظهر له أربع أنواع من الأجسام المضادة، كل نوع حيرتبط بالجزء المخصص له. واضح؟ جميل. هذا طبعا زي ما قلنا له أربعة محددات، فبالتالي حيطلع الميون سيستم، حيطلع الميون سيستم شكله زي الدائرة، حيطلع الميون شكل الميون سيستم زي شكله مربع، واحد شكله مثلث، وهكذا. المصطلح الثالث جدا مهم اسمه هابتين. هابتين ما معناها؟
هو لو نوكلير ويت، لو نوكلير ويت لو ما يدخل الجسم لوحده ما يحصلش immune response. ليش؟ لانه لو نوكلير ويت. جميل. هذا الهاتين اذا حصل انه binding ببروتينز او كاريير بروتينز يحصل immune response. طيب احنا نبسطها على اساس يفهمها الجميع. نقول الاتي، نقول لو انا في البلكونه حق البيت حقي والناس يمروا في الشارع اسلم عليهم السلام عليكم يردوا علي صح؟ في ريسبونس بيني وبين الناس. لو ابني الصغير تحت في البلكونه ما يشوف فبالتالي يصيح ما حد يسمعه، لكن لو شيلت ابني انا وخليته يشوف الناس مش حيعشروا بيعشروا له. فبالتالي اذا الهابتين هو كان وحده صغير ما كانش يقدر يحدث immune response، لكن لو ارتبط بلارج مولوكيول او ببروتين حصل ما نسميها بالميون response. لكن بالتاكيد الهابتين ده لو ايبيتوب لو سايت اوف انتيجينيك ديترمينانت، فبالتالي اكيد الايبيتوب ده لو سايت اوف ايبيتوب او انتيجينيك ديترمينانت. اذا الايبيتوب زي ما قلنا هو عباره عن انه وحده ما يقدرش يعمل immune response وما يرتبط بالبروتين. احنا نقول عباره عن لوب الكرويت وحده ما يقدرش يعمل immune response، عندما يرتبط بالبروتين يحدث immune response وبالتالي اكيد معاه ايبيتوب اكيد. طيب في حاجه اسمها هيتروفيل انتيجين. كيفكم في الرياضه؟ تفهموا الرياضه كويس ولا كويس؟ هذا لاعب شهير مش عارف انا حسام ولا ابراهيم. طيب شوفوا العالم مثلا طلب على ابراهيم حسن. لو جيت انا اسلم على ابراهيم حسن وطلبت بعلاقه كويسه بابراهيم حسن يعرفني وعرفه وسلم عليه، وانا ماشي في الشارع يوم جالي حسام، هذا حسام اسلم عليه كيفك يا ابراهيم؟ ابراهيم من؟ حسام. ايش اللي حصل؟ مش الريسبونس حقي انا كان مع ابراهيم، لما جاء حسام تفاعلت معه على انه ابراهيم. وهذا اللي يحدث في الاميون سيستم. ايش اللي يحدث في الاميون سيستم؟ انه يطلع انتيجين وتطلع له اجسام مضاده. هذا الانتيجين اللي طلعت له اجسام مضاده له انتيجين شبه في مكان اخر، فالانتي بادي اللي طلعت مثلا الانتيجين A ترتبط مع الانتيجين الشبه له، فنسميها هيتروفيل انتيجين. هيترو ايش معناها؟ مختلف. وفيل حب مختلف، فكانه يعني الحب هذا مختلف نتيجه للشيرنج، او نسميها احنا كروس رياكتيفيتي. طيب مثلا هذا نفس الوضع اللي امامكم هنا، هذا انتيجين 1 شايفين هذا المحدد حق الايبيتوب. لو ظهر له انتي بوديز، الانتي بوديز هذه اللي ظهرت له حترتبط بانتيجين ثاني. ليش؟ لانه شبهه، فنسمي هذه نسميها هيتروفيل انتيجين. لو صار في اكسرسايز زي ما اتفقنا حتعملوا كومبيرنج اللي ما قلناه، ان شاء الله تعدوا فيها. تفضلوا لو سمحتوا المندوبين تفضلوا. طيب خليكم معي وصححوا لي انفسكم لو سمحتوا، لا حد يخالف نفسه كده. ارجوكم في نقطة جدا، في حاجة مهارة المفروض تتعلموها بحيث انه كيف نرد باجابتي لما يكون في حاجة كومبيرنج، مش واحد يكتب لي فوق السطر وتحت السطر وتحت الجملة. فارجوكم جدا حاولوا كيف نرد باجابتك بشكل صحيح. طيب هو وعلى فكرة يفترض، بس طبعا دي حاجة متقدمة، يفترض اني انا ما اقول الايتمز حق المقارنة، افترض انكم تجيبوها انتم، بس احنا بدري. فاحنا طرحنا الايتمز حق المقارنه، فاطرحها بالشكل ده. بالنسبه للفورين، الانتيجين فورين صح؟ يس. الايمينوجين فورين صح؟ الهابتين؟ يس صح. بس عيبه هو لو نخرج
طيب بس المفرد طيب الامينو جيسي معناها معناها انه يحدث اميون ريسبونس طيب الانتيجين يحدث اميون ريسبونس ايوه يس الاميون جين ايوه كويس اتفقنا هاتين طيب النقطه المهمه الان رياكتيفيتي انتيجين اميون جين وبالتالي الهاتين كمان ما يحدث طيب اكزامبل هنا كل معظم الانتيجين هنا انتيجين زي ستاكوليس زي ستافيلو زي اي اورجانيزم حيعمل ما نسميه كمثال للانتيجين شباب اميونوجين فود بارتكل صحيح بالنسبه للفود وفي اشياء كثيره بستغربها هي مش فور البروتين ولا لا لكن ما تحتاج ما نسميه بالاميون بالرياكتيفيتي اللي يحصل انه يطلع للفيروس يحصل رياكتيفيتي نفس الوضع بالنسبه للهابتين ما يعملش اكتيفيتي لكن الاكزامبل حقه بنسرين بنسرين هابتين كم ناخذ احنا ما يحصلش طاقه اي رياكتيفيتي لكن لو حصل بايندينج للبروتين حيتحول الى انتيجين وحياخذ صفات الانتيجين الاكسرسايز الثاني سهل جدا بس عشان تستوعبوها واحده من الاسباب الاساسيه لحدوث الاوتوميون ديزيز نسميها كروس رياكتيفيتي انه في انتيجين في ايبيتوب ظهر له انتي بوديز هذا الايبيتوب نفسه موجود في الاور سيل اذا الانتي بودي اللي طلع للايبيتوب حيتفاعل مع الاور سيل فيحدث ما نسميه رفع الكروس اكتيفيتي وما نسميه اوتو ميون ديزيز حيحدث ما نسميه بالاوتو ميون ديزيز طيب ممتاز رائعين خلونا نشوف الان سبات او الفاكتورز اللي بتفكتنج على الاميونوجينيسيتي خلاص يا شباب اول فاكتور خلاص انه لابد عشان نقول هذا مواصفات الانتيجين لابد يكون فورين وبالتالي في حاجه معنا حنعرفها الاسبوع الجاي ان شاء الله في محاضره الاسبوع الجاي او في المحاضره القادمه ان شاء الله كيف يميز الاميون سيستم بين السيل والنون سيل اذا اهم شروط الانتيجين انه يكون نون سيل في اي بروتين نون سيل عشان يحدث ما نسميه بالاميون ريسبونس هذه اول صفه ثاني صفة وصفة مهمة المولوكلر ويت أو المولوكلر سايز كلما زاد المولوكلر ويت كلما كان سترونج أنتيجينيك وكلما قل المولوكلر ويت كلما كان لس أنتيجينيك طبعا دي القاعدة العامة لكن فيها شذوذ ما يهمنا الشذوذ لكن بشكل عام كلما كان المولوكلر ويت عالي كلما كان نور أنتيجينيك وكلما كان المولوكلر ويت يعني قليل هيكون لس أنتيجينيك الأمر الآخر في الكيميكال نيتشر أكيد درستوا حاجة اسمها إكزوتوكسين produced by gram positive وإندوتوكسين released by gram negative which of them is more antigenic؟ إندوتوكسين إندوتوكسين اللي يقول إندوتوكسين يرفع يده يا أخي ما حد يصور إحنا على الهواء كي ديفينيتلي خلكم معنا الاكسوتوكسين هو المور انتيجينيك اللي يقول الاكسوتوكسين يرفع يده ارفع الله ترفع مع اي واحد ليش ليش لانه الاكسوتوكسين النيتشر حقه بروتين ومعظم البروتينات انتيجينيك نقطه في منتهى الاهميه وحنعرف ليش لان البروتين كلهم معظمهم انتيجينيك لكن نقطة مهمة جدا في الكيميكال نيتشرز كلما كانت الكيميكال نيتشرز بروتينز كلما كان مور انتيجين انتوا اخذتوا بروتين في حاجة اسمها الانفولدد والفولدد صح؟ تيرشري ستيج والسكندري ستيج كلما تعقد المولوكيول كلما كان مور انتيجين ودي صفة البروتينات فحيصبح مور انتيجين ودي نقطة في منتهى الأهمية ومن هنا جاءت الاكزوتوكسينز لأنها بروتينز حتصبح مور انتيجين اذا كلما كان الكومبلكس او النيتشر حق الكومبلكس للمولكيول كلما كان مور انتيجين الكومبوزيشن برضو اكيد البروتين مور انتيجينك عن البوليساكرايد اكيد البوليساكرايد مور انتيجينك عن الليبيد ودي نفس القاعده اللي نقول عليها كلما كان المولكيول مور كومبلكس كلما كان مور انتيجينك اكيد لما عاد يختلط بروتين مع شوغر حيكون كمان مور كومبلكس فهيكون مور انتيجين
صفة رابعة مهمة جدا للأنتيجين هي إنه يكون الأنتيجين قادر إنه يحصل له degradation مهمة جدا. وحتعرف أهمية لما نتكلم على MHC class أو major histocompatibility complex بعد شوية. أهم صفة الأنتيجين لابد يحصل له degradation. مثلا هذا peptide foreign peptide للأنتيجين دخل تعرض لإنزيم معين، الإنزيم ده يعمل له degradation. دي نقطة فاصلة ومهمة بالنسبة لأي أنتيجين، أهميتها هنعرفها بعد شوي. من ضمن الأشياء المهمة بالنسبة للأنتيجين الدوز، في حاجة بنسميها low dose ما يحصلش immune response، وفي حاجة high dose ما يحصلش immune response. يعني بمعنى آخر الـ immune system عشان يحدث immune response لابد من balance أو حاجة بنسميها optimum dose. الآن لو ضربت لكم مثلا، احنا في الكلية احنا الآن 201، ده احنا مسؤولين عن الكلية هذه الكبيرة العريضة، ودخلوا اثنين ممكن ما نشعرش بهم، ما حسناش بهم خالص. طيب لو جانا 5 مليون واحد هنا ايش هنعمل؟ انا نضرب تحية، ايش هيتسوي؟ فاهمين؟ فالميون سيستم نفس الوضع بالنسبة له، لو ما يكون في هاي دوز ما عاد يحصلش اي ميون سونس. ولذلك لو اخذتوا انتم في التي بي في حاجة بنسميها ملاري توبركلوزس، ما معناها حصل ديسيمينيتد للتي بي والميون سيستم ما عاد قادر يعمل شيء في كل الاورجنز. ففي الدوز اوبتيم دوز هي اللي يحصل لها ما نسميها الميون ريسبونس. ايضا في حاجه الروت اوف ادمنستريشن، اي هما افضل روت اوف ادمنستريشن عشان يحصل الميون ريسبونس؟ هل الدرج؟ ايوه اي في. طيب الاي بي، اي بي، طيب هي طبعا للاسف النقطه الويك تماما انه يحصل اميون ريسبونس قوي لما تكون الانتيجين عبر الـ عبر الـ عبر البلد. ليش؟ لانه يحصل له دايليوتد الانتيجين. ولذلك مش ملاحظين انتم انه كل الفاكسين اللي ناخذها ما في فاكسين ناخذه بالانترافينوس، ما في فاكسين لهذا السبب انه حيحصل لها دايليوتد. فبالتالي افضل حاجه للروت اوف ادمنستريشن هي سبكوتينوس والانتراماسكولار. ليش؟ لان السبكوتينوس والانتراماسكولار حيكون في بطء في حركه الانتيجين، هذا البطء اللي حركه الانتيجين حيكون في ابزوربشن بشكل كويس، الابزوربشن ده اللي حيحصل حيوديه للريجنال ليمف نود وحيحصل ميون ريسبونس. فبالتالي وانتم ملاحظين كمان في معظم الفاكسينز اللي ناخذها بتكون سبكوتينوس اور انترا ماسكولار. في حاجه مهمه من صفات الفاكتورز اللي بتعمل افكتنج على الانتيجين اسمها الادجيفنس. ادجيفنس باللاتيني معناها تو هيلب. طيب انا هعطيكم الصوره دي وانتم علقوا عليها. هذا انتيجين حصل اميون ريسبونس، يعني حصل له انتروديوسنج للاور بادي وحصل هذا الاميون ريسبونس. وهذا انتيجين اضفنا له الماده هذه الادجيفنس وحصل هذا الاميون ريسبونس. تعليقكم؟ اسمع تعليق بناء. تفضل. ها؟ تمام. انا عشتي الاوت كام الاخير، الامباكت الاخير ايش؟ لا تزحموش على واحد واحد. خلاص اذا صحيح واضحه بالنظر ما تحتاج، انه واضح انه في انكريز الاميونوجينيسيتي. اذا بدون ما نخوض في تفاصيل الادجيفنس اللي حنخوض فيها الان، واضح ان الادجيفنس بيعمل انكريز في الاميون ريسبونس. واضح جميل. اذا ايش الادجيفنس دي؟ هي عباره عن سبستانس، السبستانس دي تعمل انهانسنج للاميون للاميونوجينيسيتي او الاميون ريسبونس، لكن without اي alteration في التشينج حق الانتيجين، ما تغيرش اطلاقا الكومبوزيشن او الشكل حق الانتيجين، لكن عندها القدره انها تعمل انكريز للميون ريسبونس. طيب من ضمن الامثله حق الادجيفنتس اللي هو الالمنيوم هيدروكسايد او الالمنيوم فوسفيت، ايش يعملوا هذول؟ طبعا شفتوا حق الدواء حق الحموضه مش يجي ثك. شوفوا الحكمه فيه، يقول لك هذا عباره عن حاجه تك سبستانس تك نخلطها مع الانتيجين. مش لما نخلطها مع الانتيجين ونعطيها مثلا بالانترا ماسكولار هذا الماده حتتحرك ببطء شديد، لانه اضفنا لها ماده تك. هذا التحرك الشديد حيعمل عملين، العمل الاول انه حيزود كفاءه الماكروفيج، فبالتالي حتعمل بروسيسنج لهذا الانتيجين بشكل بكفاءه عاليه. هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية، المادة اللي اختلطت
مع الانتيجين حتعمل برولونج اكسبوجر، فتتيح للاميون سيستم انه يتعرف على هذا الانتيجين وبالتالي يعلقه بشكل كبير، وبالتالي يخلي تي هيبرسل انها تتعرف عليه وبالتالي يزود الاميون ريسبونس. ده بالنسبه للادجيفنتس. طيب الان لما نشوف فاكسين without adjuvants وفاكسين with adjuvants، هذا فاكسين بدون adjuvants، شوفوا حصل هذا البرودكشن اوف انتيبوديز، هذا فاكسين مع الادجيفنتس، فواضح ان الفاكسين حق الادجيفنتس عالي. ولذلك لو رحتوا تلقحوا احد مع ابن صغير ولا اخوان صغار وقراتوا في الفيانه حق الفاكسين حتشوفوا انه مضافنها واحده من الادجيفنتس اللي قلنا على الالومنيوم هيدروكسايد، واحدة حتشوفوها واحدة منهم، معناها دي هي الادجيفنتس اللي بتعمل اميون انكريس في الاميون ريسبونس. انتوا اخذتوا في الكروني بكتيريا الدفتيري اللي بتعمل دفتيريا انه السبب هي البكتيريا ولا التوكسين؟ التوكسين. لما نحول نضعف التوكسين نحول الى توكسين توكسويد باي ايش؟ فورمالدهايد. باي فورمالين. طيب شوفوا لو عملناها الوحده هذه، اخذنا التوكسين وعملنا له فورمالين تحول الى توكسويد، الحمايه حتكون مده سنه واحده بس. لكن لو اخذنا التوكسويد وخلطناه بواحده من الادجيفنتس اللي قلنا عليها المونيوم هيدروكسايد حيعطينا حمايه لمده 10 سنين. ومن هنا الادجيفنتس ده فيري امبورتنت انه يزود الاميون ريسبونس او الاميونوجينيسيتي. سؤال لكم، لو في اثنين زي ما انتم شايفين الان اعطيناهم ذا سيم فاكسين، هل الاميون ريسبونس في الاثنين حيكون واحد؟ انا صالح ما لكم؟ طيب اللي حيقول مش واحد ليش؟ طيب كويس اسمع صحيح اكيد الهوست ديفنس ميكانيزم اللي عندنا سواء عن طريق الجينيتيك بالنسبه للشخص تختلف من شخص لشخص، التغذيه من شخص لشخص تختلف، فهذه كلها عوامل بالتاكيد حيفرق الفاكسين من شخص لشخص على عده عوامل، سواء كانت عوامل جينيه ولا عوامل مثلا بيئيه ولا عوامل تغذيه حتفرق فيها بشكل كبير. ولذلك عشان تكون المناعه حقكم بشكل كويس ضروري الكل ياكل عسل، مش اي عسل، ضروري يكون عسل من شبه حيعطيكم مناعه قويه ان شاء الله. فدي على اساس ان الميون ريسبونس حقكم يكون عالي. طيب لو سمحتوا الاكسرسايز رقم 3 تفضل يا عميله تفضل. طيب ركزوا معي حلو على طول، ما في داعي لوقت، مش اتفقنا انه ضروري يبقى الانتيجين سبكوتينيوس او انترا ماسكولار، ما فيش فاكسين يبقى بالانترا فينس، قلنا ان الفاكسين انجكتد سبكوتينيوس او انترا ماسكولار بيزود السترونج اميون ريسبونس، بينما ذاك يحصل له ما نسميه دايليوشن. طيب الان تعالوا الى اهم نقطه في الموضوع يا شباب، اهم نقطه في الموضوع The common types of antigens. اكيد في الكومن تايبس اوف انتيجينز في معنى بكتيريا انتيجينز، زي البكتيريا سول وول يعتبر انتيجين، الفلاجيلا يعتبر انتيجين، الكابسول، البيلاي، كل هذه فراجمنتس تعتبر انتيجينيك بالنسبه لنا. اكيد بالفايرال الكابسيد الانفلوب كل هذه تعتبر كمان انتيجينيك. في الفانجل في السيل وول، في كمان في الاربستروس، في السيل وول بتاع البكتيريا اكتين كمان يعتبر حاجه فورين بالنسبه لنا.
الاي بي هو سيستم ديك سيلف، مش الان اللي فصيله دمه اي معه انتيجين على السيرفس حقه اسمه اي، واللي فصيله دمه بي معه كمان انتيجين اسمه بي. فدي حاجه سيلف. انا بالنسبه لي وحنعرفها الاسبوع الجاي ان شاء الله كيف الاميون سيستم حقي ما يتفاعلش اجينس السيلف مولكيولز، حنعرفها ان شاء الله الاسبوع المحاضره القادمه. لكن الانتيجينات دي لو واحد فصيله دمه اي ونقلنا له بي، بالتاكيد الاميون سيستم حيشوف البي دي حاجه فورين وحيحدث له ما نسمي بالاميون ريسبونس. نفس الوضع بالنسبه للار اتش، الار اتش ده واحد ار اتش بوزيتيف واحد ار اتش نيجاتيف، فده يحصل لو واحد ار اتش نيجاتيف وجاله ار اتش بوزيتيف حيتفاعل معه على انه فورين. من ضمن الاشياء المهمه جدا ودي حكمه الله عز وجل انه في الار بي سيز ما فيش ام اتش سي اللي هو الميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس، ودي حكمه كبيره. تخيلوا لو كان في ام اتش سي كلاس 1 وكلاس 2 على ار بي سيز كان نقل الدم زيه زي زراعه الكلى. فدي حكمه الله انه ما فيش عليها الميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس. طيب تعالوا الان للموضوع الاساسي واللي اشتيكم تركزوا في اكسرسايز عليه بشكل كبير، ركزوا عليه لو سمحتوا، اللي هو الميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس. زمان كانوا يسموها هيومن ليكوسايت انتيجين اتش ال اي، هيومن ليكوسايت انتيجين. ليش؟ لانهم كانوا شايفينها على الليكوسايت، لكن مع تطور العلم وجدوا انها موجوده على كل السيل، فسموها ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس. ايش الديفينيشن للميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس؟ هي عباره عن جروب اوف جينز، هذه الجروب اوف جينز تؤدي الى اكسبريشن للسيل سيرفيس جلايكوبروتينز. السيل سيرفيس جلايكوبروتين نسميها ام اتش سي مولكيول. اذا هي عباره عن جين، الجين دي يحصل لها اكسبريشن بتتحول الى جلايكوبروتينز. الجلايكوبروتينز دي لها هدفين. الهدف الاول انتيجين برزنتيشن. اذا الام اتش سي لها دور مهم جدا، اول دور لها احنا اتفقنا انها مجموعه من الجينز بتعمل اكسبريشن للجلايكوبروتين. ايش الهدف منها؟ الهدف منها هدفين. الهدف الاول انتيجين برزنتيشن. ما معنى انتيجين برزنتيشن؟ في ثلاث خلايا قلنا عليهم. مش اتفقنا يومها بريفلي كده قلنا انه الانتيجين يتاخر ويتكسر وبعدين يتحمل على ام سي كلاس 2؟ اهو جاء وذلك الدور ما يمكن يشتغلوا بالمناعه او يحصل انيشيشن للاميون ريسبونس الا اذا كان في انتيجين برزنتيشن. والانتيجين برزنتيشن تقوم بالام اتش سي كومبلكس اللي حنتعرف عليها بعد لحظات. هذه الفانكشن الاولى. الغرض الثاني تو تي سيل اكتيفيشن. هتعرفوا ما يمكنش يحصل للتي سيل اكتيفيشن الا اذا كانت الانتيجين معروضه على الام اتش سي كلاس 2. وفي كمان حيكون على الام اتش سي كلاس 1 حنشوف الاكتيفيشن اللي يحصل. اذا الام اتش سي الميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس ببساطه هي عباره عن جلايكوبروتينز. الجلايكوبروتينز لها تو فانكشنز، انه انتي برزنتيشن والتي سيل اكتيفيشن. طيب الام اتش سي كلاس 1 هدوء حلو. اول صفه للام اتش سي كلاس 1 انه موجود على كل النيوكليتد سيل. ركزوا معي لانه حتكلم على الباثوي بعد شوي. اول صفه للام اتش سي كلاس 1 ان كل النيوكليتد سيل عليها ام اتش سي كلاس 1. هذه الصفه الاولى. الصفه الثانيه الاستراكشر حتى الام اتش سي كلاس 1 كالاتي، هو عباره عن الفا تشين. الفا تشين، الالفا تشين دي عباره عن الفا 1 الفا 2 الفا 3 كويس، ومعهم مولكيول ثاني جاي اسمه بيتا 2 مايكروجلوبولين. اذا ببساطه الاستراكشر حق الام اتش سي كلاس 1 هو مكون من الفا تشين، بس الالفا تشين دي عباره عن 3 الفا 1 والفا 2 الفا 3 بالاضافه الى مولكيول اخر اسمه بيتا 2 مايكروجلوبولين. الام اتش سي كلاس 1 الجين ريسبونسبل بالنسبه له هم موجودين على كروموسوم نمبر 6 ونسميهم A و B و C. دول اللي مسؤولين عن انتاج الالفا، اللي هي الالفا عباره عن الفا 1 الفا 2 الفا 3. في كمان هذه البيتا 2 مايكروجلوبولينز هذه جايه من كروموسوم اخر وليس كروموسوم 6، كروموسوم نسميه 15.
فكروموسوم 15 يعمل ريليزنج لبروتين نسميها بيتا 2 مايكروجلوبولينز فيكتمل الاستراكشر. اذا الاستراكشر ده اللي قلنا عليه الفا 1 الفا 2 الفا 3 ومعاه بيتا 2 مايكروجلوبولينز. الالفا 1 الفا 2 الفا 3 جايه من كروموسوم رقم 6 واللوكس حقها A وبي وسي. البيتا 2 جايه من كروموسوم 15 وتلتصق بالمولكيول ده فيصبح كومبليت مولكيول نسميه ام اتش سي بلس 1 بلس 1. جميل. في نقطه مهمه جدا، اي ام اتش سي كلاس لو جروف. ايش معنى جروف؟ جروف ايش معنى جروف؟ قول عشان اقول لك جروف يعني مكان للبايندينج. طيب شوفوا حكمه الله عز وجل، في جسمي انا ولا في جسمك ولا في جسمك انت الاميون سيستم، كل جروف ينتج يختلف عن الاخر. سبحان الله، ما في اي جروف يكونوا مع بعض ضروري يحصل عمليه تشينج، لكن المكان اللي يحصل فيه البايندينج بين الفا 1 الفا 2 والفا 2. لذلك الانتيجين ده اللي حيرتبط، احنا مش قلنا قبل شويه يحصل انتيجين برزنتيشن، لكن ده بالنسبه للكلاس الام اتش سي كلاس 1 هو حيعمل اكسبريشن للاندوجينس بروتين. هذا البروتين او الانتيجين اللي حيطلع حيكون بين الالفا 1 والفا 2، وبالتالي من المنطق معلش احنا على الهواء ايش دخلت فار ولا خطر؟ معلش انتبهوا يا جماعه تفضلوا. طيب سيلا سيلا خليها لو سمحتوا. طيب خلاص يا شباب خلاص خليكم معي خلاص لو سمحتوا، كويس انه ما كانش فارغ. طيب اذا الانتيجين حيرتبط لكم لو كان فارغ كيف حيبقى على القاعه هذه الفا 1 خلاص لو سمحتوا، الموضوع مهم والله جدا عشان تفهموا المناعه، احدى المحاضرات المهمه جدا لفهم المناعه. البيبتايد دي ترتبط بالجروف، الجروف حيكون بين الفا 1 والفا 2. اكيد من المنطق يا سلام من المنطق انه حيكون في فاريشن بشكل كبير في الجروف دي. ليش؟ عشان يستطيع انه يستقبل ديفرنت انتيجين، وده امر طبيعي، حنعرف كيف حيحصل ده. حيحصل ديوتو حاجه بنسميها هايبر فاريبل ريجن. هذا الجروب. طيب تعالوا نشوف ايش معنى هايبر فاريبل ريجنز. قلنا ان كل مولكيول معاه يونيك جروب يختلف عن الاخر، بس لا تفهموا هذا غلط، المولكيول نفسه بس الجروب اللي يختلف. يعني انا اللي معاي المولكيول نفسه اللي في سي كلاس 1، بس الجروب اللي حيرتبط بالانتيجين يختلف من مولكيول تو مولكيول تو مولكيول. كويس، كيف حيحصل الكلام ده؟ حيحصل قلنا ديو تو هايبر فاريبل ريجنز. في منطقه في الجين تتغير فيها النيوكليوتايد بشكل مستمر. فلكم ان تتصوروا لو هذه النقطة كانت عادنا كذا، كانت الـ AGCT حقها مش النيوكليوتايد. AGCT كيف حيحصل ما نسميه بالتشينج للهايبر فاريبل ريجنز للـ MXC مولكيول. طيب هذا مثلا افترض، طبعا انا اختصرتهم على اربعه نيكروتايد، ممكن يكونوا 30 نيكروتايد، بس عشان بس تشوفوا الفكره تفهموا الفكره الاساسيه. هذا كان اي جي سي تي، لما يحصل عمل ترانسكريبشن وترانسليشن حتحول وتعطينا شكل الجروب هذا. ايش شكل الجروب هذا؟ لا شكله دائره. جميل. اذا في منطقه في الجين اسمها هايبر فاريبل ريجنز، هذه المنطقة لما تكون مثلا نيكولتايد في السيكونس دي يعطينا شكل جروف شكله دائرة. جميل. تعالوا نشوف هذا مثلا تغيرت الآن، مش شايفين اي جي سي تي تغيرت اي سي جي تي تغيرت. شوفوا كيف حيعطينا مولكيول كي ايش شكله؟ تغير الشكل حقه. جميل. كمان لو تغير المولكيول مرة ثانية اي تي سي جي حيعطينا مولكيول شكله مربع. كمان لو تغير حيعطينا شكله مستطيل. فايش الفكره؟ انه في الجينز في منطقه
نسميها هايبر فاريبل ريجنز. الهايبر فاريبل ريجنز يحصل شيفلينج ويحصل تشينج في النكلوتايد بشكل مستمر. كل ما تغيرت النكلوتايد يحصل اكسبريشن ليونيك جروب. واضحه؟ مفهومه؟ ممتاز. طيب في المولوكيول احنا اشتغلنا ان في الفا 1 الفا 2 الفا 3. الفا 3 كونستانت ما تتغيرش ابدا. ليش؟ حنعرف بعد شوي. بس اعرفوا ان الفا 3 ما تحصلهاش اي تشينج. طيب الحلو في الموضوع كمان اي واحد في البشر معه ستة انواع من ام سي كلاس 1. ثلاثة جايين له من الاحضن الام وثلاثة جايين من الاب. ولذلك نقول عليها بالنسبة للـ MHC genes نسميها عملية الـ co-dominant. co-dominant إنه two alleles يحصل لهم expression. زي ما تعرفوا في واحد تنحي وواحد سالم. لا هذا كلهم يحصل لهم expression. فبالتالي أي شخص موجود في الكون معه MHC عدد ستة. ثلاثة جايين من الأب وثلاثة جايين من الأم. النقطة المهمة جدا الـ MHC class 1 يحصل بايندينج للاندوجينس بروتين. مش اتفقنا في جروب فيه الجروب هذا لا يتطابق الا مع البروتينات اللي هي اندوجينس اللي هي داخل الخليه. واضح؟ هشرحها في الباقي بعد حلقات. الامر الاخر ودي نقطه في منتهى الاهميه انه الام اتش سي كلاس 1 خليه واحده تتعرف عليه اسمها تي سايتوتوكسيك تي سيل. لا تنسوهاش. خلية واحدة تتعرف على الـ MHC class 1 اسمها T cytotoxic T cell. ونسميها لما نقول ما معنى MHC class 1 restriction. لما نقول MHC class 1 restriction معناها ان الـ CD8 اللي هي T cytotoxic T cell تعمل binding مع الـ MHC class 1. جميل. طيب تعالوا نشوف الـ pathway وركزوا معنا في الـ pathway لأنها مهمة جدا. هي فهم مدخل لفهم الـ immune system. احنا اتفقنا انه في 3 genes او في اسيت 3 لوكس للجين نمبر 6 اسمهم A و B و C وكمان معنا البيتا تي البيتا 2 مايكرو جلوبولينز اللي جايه من الجين رقم 15. اقرا بسرعه 15. برافو. طيب يا زين ركزوا معي. هذا الان زي ما اتفقنا الكروموسوم رقم 6 وهذا حق الام وهذا حق الاب. لا هنا كويس؟ تمام. هذه الاندوبلازميك ريتيكولم الان يجي يحصل ترانسكريبشن نسخ للجين ده. حيحصل نسخ للاي وللبي وللسي. احنا حنضرب مثلا فقط بالاي. بعد كده الاندوبلازميك ريتيكولم على السيرفس حقها رايبوسومز. قولوا تمام. تمام احسن. كويس. الرايبوسومز اللي عليها حيخرج الماسنجر ار ان اي ويحصل له ترانسليشن. هذا الان خرج قدامكم. تمام. خرج والان حيحصل له ترانسليشن. لما يحصل له ترانسليشن يتكون اول حاجه زي ما قلنا الان فولدد ويحصل بعدين يحصل فولدد بروتينز. فيتكون المولكيولز ده مش اتفقنا على الفا 1 والفا 2 والفا 3. هذا المولكيول احنا نسميها اعرج ناقص صح؟ ناقص هذا ناقص. فتيجي من الكروموسوم رقم 15 تجي ما نسميها بالبيتا 2 مايكرو جلوبولينز. هذا كروموسوم 15 فتجي فيحصلها نفس الوقت ماسنجر ار ان اي ويروح للرايبوسومز فيترجمها فتروح تلتصق بالمولكيول فيصبح مولكيول كامل. During the formation of this molecule مش اتفقنا انه في الجين في هايبر فاريبل ريجنز. هذه الهايبر فاريبل ريجنز في كل مولكيول يطلع حيتتغير عشان تستقبل اي اندوجينس. لا تنسوش اندوجينس بروتينز أو بيبتايد أو أنتيجينز. ممتاز. هذا الآن المولكيول جاهز. طيب الآن مش في الخلية حقنا باستمرار شغالة تطلع بروتين وإنزيمز صح ولا لا؟ قولوا أيوة. أيوة. هذه الآن خلية بتصنع بروتين زي ما أنتم شايفين وفي رايبوسوم زي ما اتفقنا موجودة على الإندوبلازميك ريتيكولم. الماسنجر آر إن إي ده هياخذ الشفرة لأي بروتين يصنع. الماسنجر آر إن إي هياخذ الشفرة وحيتكون بيبتايد. البيبتايد اللي حيتكون في حاجه نسميها البروتيسوم اللي هو نسميه احنا كتر. يروح يقطع البيبتايد دي الى فراجمنتس وفي حاجه بنسميها تاب. الدائره دي نسميها تاب وهي اختصار لحاجه بنسميها ترانسبورتر
بروتينز. فتدخل الفراجمنتس دي من خلال الترانسبورتر بروتينز. فلكم ان تتصوروا دخلت الدائره دي ودخل المثلث ده ودخل المستطيل او الشكل الاسطواني ده. دول هم مش اتفقنا قبل شويه جوه البيبتايد حق السيل بروتينز. قولوا حاجه. طيب الان انا حضرت مثلا واحد مولكيول واحد لكن في معانا الاف المولكيولز. فشوفوا هذا ده مثلا هذا شكله ايش اللي حينطبق عليه؟ الدائره. هذه الدائره حترتبط به وانس انه ارتبطت معاه حيخرج عبر القلب يا ابريتس وحيحصل الاكسبريشن على السيل سيرفيس. ما معنى هذا الكلام؟ معناه مهم جدا انه لا سلطه للاميون سيستم على ما داخل الخلايا، لكن الله عز وجل عمل نظام داخل الخلايا انها الخلايا دي تعمل ريبورتنج، تعمل تقرير ايش اللي يحدث داخلها، وهذا وتعمل نماذج من اللي يحدث وتطلعوا على الـ MHC class 1 مرتبط هذه الفراجمنت تطلعها على الـ MHC class 1 على السيرفيس، وبعدين يجي الاميون سيستم يتاكد مع على السيرفيس، لكن الاميون سيستم ليس له سلطه اطلاقا على ما يحدث داخل الخلايا. واضح مفهوم؟ في مشكله في الـ جميل. طيب تعالوا الان نشوف طلبه عن طلعوا رقم 2 و3 و1000 و100000 وزي ما اتفقنا كل الـ MHC class 1 للشخصيه كلها واحده، بس اللي يختلف فيها الجروف او اللي هو البليس اوف بايندينج. طيب الان تعالوا الان بنشوف هل استوعبتوا هذا الموضوع ولا لا. ان شاء الله اكيد حستوعبوا. هذا اللي اتفقنا عليه الان انه الكروموسوم نمبر 6 او نمبر 6 ودي الاندوبلازميك ريتيكولوم ودي الرايبوسومز ودي كمان المولكيولز. طيب هذه الخليه المسكينه تعرضت للفايروس انفكشن. يا تجاوبوني بدل ما جاوبتوش حيحصل احباط درعا. الصفه الاصيله للفيروس ايش؟ على واحد لا زحمه. تفضل الاولويه للجلوس. صفه اصيله ايش فيها للفيروس؟ صفه اصيله للفيروس عفوا تفضل. صحيح، لكن الصفه الاصيله اللي تهمني الان ها؟ شوفوا ما راح ابلغ الدكتور خالد النايم العميد اقول له دكتور خالد يا خساره في تعليمك. نسميها اوبليجيت انتراسيلولار. الفيروس هذا اللي مدوخ العالم ولا يسوى شيء الا ضروري يدخل داخل الخلايا ومعه حق النيوكليك اسيد الخلايا ترجم له البروتينات حقه. فبالتالي دخل الفيروس ده داخل هذه الخليه. احنا مش اتفقنا قبل لحظات ان اي فيروس ان الخلايا داخل الخلايا ما يحدث داخلها الاميون سيستم ما له سلطه عليه خالص. الفيروس ده حين دخل مش الان الخلايا شغال على طول بتعمل ريبورتنج للاميون سيستم وتطلع اي بيبتايد مرتبطه مع الام سي كلاس 1 تطلعها على السيرفس. جميل، تعالوا نشوف هذا الفيروس اللي دخل. هذا الفيروس دخل طبعا حيحصل له ريليزنج وبالتالي حيحصل ترانسكريبشن لحقه النيوكليك اسيد وحاجه مش حتنتج بروتينات خاصه بهذا الفيروس. قولوا ايوه. تمام. طيب وبعدين حيجي الكثر ده يقطع البيبتايز دي والتاب ترانسبورتر بروتينز حيخليها تدخل. دخلت هذه الفراجمنتس وشكل هذه الفراجمنتس مثلا هذا الفورين بيبتايد وظهرت على السيل سيرفيس. اذا الان شوفوا الام سي كلاس 1 حقي جاء له فيروس هو طلعه والاميون سيستم وهو ذمته عشان يتفاهم مع هذا. ما معناها؟ معناها ان الخليه تقول للجهاز المناعي انا اصبت بفيروس تصرف. كويس؟ تمام. طيب تعالوا شوفوا ايش اللي هيحصل. مش اتفقنا قبل شويه واحنا نذكر صفات الام اتش كلاس 1 انه يرتبط مع خليه اسمها تي سايتوكسيك تي سيل. فتيجي تي سايتوكسيك تي سيل ترتبط بالاتي. مش اتفقنا كمان قلت لكم ان السي 3 الالفا 3 فورستر. جميل. عشان السي دي 8 اللي يرتبط بالالفا 3 يتاكد انه الالفا 3 حقه حق الام اس سي. مش الان انا الام اس سي اللي يصنع هذا الاميون سيستم يعرف انه حقي انا فيتاكد انه حقه. بس ايش الغريب في الموضوع؟ ان عليه بروتينز ما هوش من الحاجات اللي اعرفها انا، عليه حاجه فورين. فده يرتبط بالالفا 3 طبعا ده تي سيل ريسبتورز
وده سي دي 8. اذا الالفا 3 كونستانت ليش؟ عشان السي دي 8 ترتبط بالالفا 3 وتتاكد ان المولكيولز ده حقي، وبالتالي هذا المولكيول ظهر لي حاجه بروتين ما هوش عندي، اذا ضروري انا اتصرف واخلص الجسم من هذه من هذا الفيروس. فشوفوا ايش اللي يحصل. الخليه دي ما دام تعرفت الان تروح تطلع بيرفورنس اللي هو الثقب هذا الان او تشانل، وتطلع جرانزايمز. الجرانزايمز ده يروح يكسر الدي ان ايه او يعمل ابوبتوزس وتموت الخليه. شوفوا وفاء الخليه دي لفين راحت، اصيبت فاعطت الاشاره للجهاز المناعي عشان يخلص الجسم. طيب هنا بس عشان تتضح الصوره بالنسبه لكم بشكل نهائي، انه احنا نمثلها كالاتي، انه كانه في طباخ موجود وانه في دجاجه، الدجاجه تدخل المفرمه وتنطبخ، وبعدين في جرسون، الجرسون يروح يقدم، الجرسون هو ام سي كلاس 1 يروح يقدم على من؟ للتيسر تمسك تيسر. كيف يتاكد التيسر تمسك ان الجرسون هذا تبعه؟ انه الجرسون هذا يشتغل في المطعم حقهم؟ بالكونستانت الفا 3. طيب تعالوا شوفوا الان انيميشنز، تعالوا شوفوا انيميشنز بس عشان تتضح الصوره. هذا الان حصل الفيروس حصل له انتري، لا حيحصل انفكتد، حنتكلم عليه ان شاء الله في السلم ديتي ان شاء الله. مش الان حيحصل ريبليكيشن، وحيحصل بعدين ترانسكريبشن وترانسليشن، ومش اتفقنا انه الكتر ذا البروتيزوم حيعمل كتر للبيبتايز دي وحيحولها الى فراجمنتس. الفراجمنتس دي شايفين ده الام سي كلاس 1 موجود، ودي حتدخل عبر التاب اللي هو ترانسبورتر بروتين، شايفين حتدخل كل واحده حتتحمل وحتظهر على السلسله. بس انا ضربت لكم مثل واحد، لكن الاف الام سي مولكيول هيحصل لها اكسبريشنز على السيرفيس للخليه، وبالتالي الاميون سيستم يجي يعمل تشيكينج ويعمل سكرين، هل الامور حقي طبيعيه؟ كل البروتينات حقي طبيعيه اللي تعرض، ولا في فور بروتين اتعامل معه؟ ده بالنسبه للام سي كلاس 1 باث واي. اذا لا تنسوش انه في معانا الام سي كلاس 1 اللي ترتبط به خليه وحيده اسمها تي سايتوكروسيك تي سيل. كيف تتاكد هذه الخليه ان المولكيول حقها عبر الكونستنت السي دي 8 اللي هو سي اللي هو الالفا 3؟ طيب هذا خلصنا الام سي كلاس 1، تعالوا نشوف الام سي كلاس 2. اول صفه له انه ما يحصلوش ريليزنج الا عبر الاكسبريشن، الا عبر الانتيجين بريزنتنج سيل. من هم الانتيجين بريزنتنج سيل؟ على واحد واحد تفضل. دندرايت سيل، والماكروفيجز والبي سيل. جميل. بس في سؤال حينطرح لكم الان، هذه الخليه او ثلاثه الخلايا دول اللي بيعملوا انتيجين بريزنتنج سيل، هل هم مانيبيوليتد؟ ايوه تعرضوا لها 12. اذا عليهم ام سي كلاس 1 ولا ما عليهمش؟ ايوه عليهم برضه ام سي كلاس 1. عليهم ام سي كلاس 1 لكن عليهم حاجه اضافيه تدفع عليها ام سي كلاس 2. جميل. هنا الاستراكشر حقه يختلف. هناك مش اتفقنا انه الفا 3 الفا 1 الفا 2 الفا 3 ومعها بيتا 2 مايكروجلوبلينز، هنا فقط تو بولي بيبتايدز، في معنى الفا وفي معنى بيتا بس. هنا الجينز عكس اللي هناك، كانوا اي بي سي وكان معهم هذول الكروموسوم رقم 6 و15 اللي هو البيتا تي البيتا 2 مايكروجلوبلينز. هنا في معنى دي بي ودي كيو ودي ار بيعملوا اكسبريشن لهذا للالفا وللبيتا. الان الجروف اللي حيحصل بايندنج للانتيجين هو بتوين من؟ الفا 1 بيتا 1، بينما كان هناك الفا 1 نفس الوضع، حيحصل هايبر فاريبل ريجنز في الجينز في منطقه اسمها هايبر فاريبل ريجنز، حتعمل ديفرنت تايب اوف جروب. هذا مثلا الان سيكونس معينه حتعمل هذا الشكل، سيكونس معينه حتعمل هذا الجروب، سيكونس معينه حتعمل هذا الجروب، سيكونس معينه حتعمل هذا الجروب، وبالتالي حيحصل ميني ميني تايبس اوف ديفرنت جروب. كل جروب سبيسيفيك انه يرتبط مع بيبتايد او مع ايبيتو. هنا البيتا 2 از كونستنت، بينما هناك كان الفا 3. جميل. نفس الوضع، احنا معانا هنا كمان سته، ثلاثه من الاب وثلاثه زي ما قلنا انه ذا كو دوميننت.
هنا فقط يرتبط مع اكسوجينس بروتين، بينما كان الام سي كلاس 1 يرتبط مع من؟ اكسوجينس. هنا كان هناك ريكوجنايز باي تي سارتوكسيك تي سيل، هنا ريكوجنايز باي تي هيلبر سيل، ونسميها ام اتش سي كلاس 2 ريستريكشن خاصه بالتي هيلبر سيل. طيب تعالوا نشوف الباثوي، ركزوا معي في الباثوي لو سمحتوا. احنا اتفقنا ان الجين ريسبونسبل فور برودكشن ام اتش سي كلاس 2 هم دي بي ودي كيو ودي ار على الكروموسوم رقم 6. طيب تعالوا نفس الوضع، احنا حنضرب مثال واحد للدي بي على اساس انه تيجي الشفره الوراثيه ماسنجر ار ان اي ياخذ الشفره الوراثيه من الدي بي ويخرج الى الاندوبلازميك ريتيكولم. طيب شوفوا الفارق هنا، مش اتفقنا انه دي تعمل انجالفمنت احدى ثلاث الخلايا سواء كانت البي سيل او الماكروفاجز او الدندريتيك سيل، تاخذ تعمل انجالفمنت للفورين بارتكلز، ومش قلنا يتكون فاجوسوم، ومش اتفقنا انه الفاجوسوم ده يلتصق به لايسوسوم، وقلنا انه حيتكون فاجو ممتاز. طيب الان شوفوا الفاجو لايسوسوم والعمل وزي ما قلنا الاكسجين ديبندنت والنون اكسجين ديبندنت دايركت من دايركت عملوا ديستراكشن لهذا الفورين وقسموه الى فراجمنتس. الان في الاندوبلازم كريتيكولم تصنع الام سي كلاس 2، بس احنا مش اتفقنا انها عباره عن بيتا والفا وبيتا. تمام، طبعا ماسنجر ار ان اي هذا الشبره الوراثيه وعلى طول حتصنع، فحيكون معنا الالفا 1 والفا 2 والبيتا 1 والبيتا 2. بس في نقطه هنا في منتهى الاهميه، هذا المولكيول او الجروف لابد ان يكون مقفل. ليش تصور؟ يلا من اللي بيفكر منكم؟ تفضل. برافو عليك، اسمع ادم ما شاء الله لوجيك منطق انه ما معناها انه يضل مقفل عشان مش معنا في اندوجينس بروتين صنع عشان ما يدخلش واحد من الاندوجينس ويكون داخل الغروف ويحصل له اكسبريشن، لانه انا عاوز المولكيولز ده يروح للفاجو لايسوسوم عشان ياخذ الفراجمنت اللي حصلت في الفاجو لايسوسوم، فبالتالي حيكون في الغروف ده مقفل ببروتين نسميه انفيريانت تشين. بعدها حينتقل هذا المولكيول الى الفاجو لايسوسوم، هنا الاسيدتي الموجوده في الفاجو لايسوسوم تعمل ريليزنج للانفيريانت تشينز دي اللي كانت قابله الماوث حق الالفا 1 والبيتا 1. الان حيحصل انه فارغ الجروف، فواحده من الفراجمنت اللي حصل لها في الفاجو لايسوسوم حتحصل بايندنج الجروف ده وحيحصل له اكسبريشن على السيل سيرفيس. ولذلك شوفوا ايش اللي حصل هنا، هنا عمل اكسبريشن للفراجمنتس اللي حصل لها ديستركشن وتكون لها فاجو لايسوسوم، بينما في الام سي كلاس 1 حصل للاندوجينس بروتين، وهذا لوجيك انه حصل للاكسوجينس بروتين لانها اتاخذت بفاجوسوم وتكون لايسوسايم فتكون ما نسميه بالفاجو لايسوسوم. ده الام سي كلاس 1. طيب الان ناتي هذه قدامكم الخليه ارتبط بها، حتيجي خليه نسميها هنا تي هيلبر سيل، مش اتفقنا السي معها سي دي 4؟ السي دي 4 ده حيلتصق بالبيتا 2، وش بيقولنا البيتا 2 قبل شويه هي كونستانت. جميل، وهذا تي سيل ريسبتورز وسميناه ام سي كلاس 1 ريستريكشن اور ريستريكتد، وبعدين يحصل اكتيفيشن لهذه الخليه. إذن في الباثوي الأول حيحصل كيلينج وهذه الباثوي حيحصل اكتيفيشن. طيب تعالوا نشوفها مرة ثانية، ده حصل الآن البي سيل عملت انجلفمنت، ركزوا معي لو سمحتوا، حيحصل فاجوسوم، حتيجي اللايسوسوم جرانيولز وحيتكون فاجو لايسوسوم، الفاجو لايسوسوم مش حيعمل ديستراكشن للبارتكلز ده وحيتكون فراجمنتس. جميل، تكورت الفراجمنتس او البيبتايد موجوده. الان في الاندوبلازميك ريتيكولم يصنع الام اتش سي كلاس 2 وعليه زي ما قلنا عليه البروتين اللي قافل الماوث حقه، حتنتقل عبر الجولجي ابريتس وحتروح للفاجو لايسوسوم. اهو شايفين فاجو لايسوسوم، حتروح هنا للفاجو لايسوسوم وهي مقفله عشان تحمل بروتين اكسوجينس، فهنا الاسيدتي دي حتكسر الانفيريانت تشين وبالتالي حيكون جروف فارغ، فحيتحمل الجروف حيحصل له اكسبريشن على السيل سيرفيس. من يتعامل مع هذه؟ فقط خليه واحده. هي هيلبر سيل.
وكيف تعرف التي هي ترسل الام سي كلاس وحقها عبر البيتا؟ برافو عليك. جميل. لا لو سمحتوا في الصفحة اللي عندكم اقلبوها واعملوا comparing between MHC class 1 و MHC class 2 مجموعات نفسها لو سمحتوا بسرعة. طيب ركزوا معي لو سمحتوا. اكيد اول شيء في الايتم سايت الام اس كلاس 1 فين سايت حقهم؟ النيوكليتد سيلز. على واحد ولا خلاص انتوا عليكم ام اس كلاس 1 وانتوا عليكم؟ الام اس كلاس 2 عليكم هنا. الام اس كلاس بس تكلموا بلغه نسمعها. الام اس كلاس 2 فين واقع؟ اساعدكم. الاستراكشر حقه عباره عن ايش من كلاس 1؟ بيتا مايكرو جلوبلين. برافو عليك. الاستراكشر حقه تمام. الانتيجين بايندينج سايت بتوين الفا 1 والفا 2 بتوين الفا 1 والفا 2. جميل. الانتيجين اكسبريشن يا اندوجينس Recognized by these are the T cells. Recognized by a result cell. I should have been a result cell. Here we go. When a result, in a cycle time, I have an activation. I'm sorry. طيب الآن السؤال اللي شيء ثاني إحنا وانتوا على الهواء هذا. إيش حيحصل لو MHC class 1 ما حصلوش اكسبريس؟ هذا السؤال لهم لو بجيبهم سؤال. علي علي لا يرفع يدك يا اخي والله انت كل مره اسمع انا على طول احييك تفضل. ايوه انت ايش يطلع هنا؟ زي تفضل. يعني كويس فرط فرط يعني لو حصل ما حصلش كذا شوفوا النقطه المهمه. لو ما حصلش هذا معناها انه الامين سيستم غائب مش عارف ايش اللي يحدث داخل. شوفوا هذا السؤال اللي حنعمله كلام. على فكره دي صفه للفيروسز. بعض الفيروسز عندها القدره انها تعمل سويتش اوف للام سي كلاس 1 ما يحصلوش اكسبريشن. فشوفوا لو حصل له سويتش اوف معناها انه مش حيحصل اكسبريشن للام سي كلاس 1 مع البيبتايد على الام على السيرفس حق الخليه، فبالتالي حيحيد وظيفه من؟ السيل الواحده سايتوتوكسيك تي سيل ما عندهاش دور خالص. هذا الان فيروس دخل وما حصلش اكسبريشن اسف ما حصلش اكسبريشن للام سي كلاس 1 وبالتالي ما عندهاش دور خالص بالخليه دي لانه مش حيحصل اكسبريشن لام اتش سي كلاس 1 وبالتالي الدي ساتوريتد تي سيل اللي قلنا عليها ام اتش سي كلاس 1 ريستريكتد ما عندهاش دور خالص. طيب هنا حنقولها على الشاشه الان. هذه الان لو سمحتوا شوفوا الاكسبريشن ارسموها عندكم وشوفوا الفيلد سبيس. ها؟ ايوه ارسموها هنا. بسرعه لو سمحتوا. اشوف حليتوها صح ولا لا؟ خلاص يا شباب هذه الاورسل صح ولا لا؟ اللي يعملها يقول يرفع يده. اورسل خلايانا وهذه تي سيل وهذه تي سيل ريسبتورز وهذا سي دي اي وهذا ام سي كلاس 1 اللي هو نفسه.
برجع احلمك على مصحف هذه عندي برزنتيشن وتي هالبرسل تي سيل سيكتورز سي دي 4 وهنا امسي كلاس روم سهل طيب ركزوا معي لو سمحتوا عشان بس اخر قاعده بس على المنشأة طيب اسمعوا الرقم 8 شوفوا ركزوا معي عشان الرقم 8 مش هذا الام سي كلاس 1 هو واحد قولوا ايوه واحد والسي دي 8 اللي هي التيسل واحد في 8 بكم؟ 8 والرقم 2 مش التي هيلبرسل الام سي كلاس 2 هو 2 والسي دي 4 هي 4 2 في 4 8 فبس عشان احط الرقم 8 فالام سي كلاس 1 واحد مع سي دي 8 8 والام سي كلاس 2 اللي هو 2 2 مع سي دي 4 4 8 جميل طيب الان سؤال لكم ايش تتوقعوا لو حصل انه فيروس انفكتد انتيجين بريزنتنج سيل شوف ركزوا معي مش اي خليه اصاب الانتيجين بريزنتنج سيل لو سمحتوا على واحد واحد عشان تقولي ايوه عشان صلاه عدم التساوي على خلاص لو سمحتوا خلاص معي عدم التساوي على ام اس سي 1 في اس الان عندي بريزنتيشن بس لو حصل اصابها فيروس حيعرض على ام اس سي كلاس 1 ولا ام اس سي كلاس 2؟ 1 1 1 1 1 1 طيب ركزوا معي لو سمحتوا اكيد حيحصل على ام اس سي كلاس 1 لانه برافو عليك برافو عليك هيحصل ام اس سي كلاس 1 لانه اصيبت الخليه في فرق بين يحصل انجارجمنت وفي فرق بين يحصل انفكتد لو سمحتوا فهيحصل اكسبريشن على ام اس سي كلاس 1 تفضل حبيبي لا طيب حواصل معك طبعا المفروض السؤال كلكم تسمعوا السؤال هذا طيب كيف تظهر انتي بوديز للفيروس وهو حيظهر على ان سي كلاس 1 يفترض التي سايتوكسيد تي سيل يتفاعل معه مش لما يظهر فيروس يدخل داخل خليه الخليه دي تجي تي سايتوكسيد تي سيل تعمل فريجمنتيشن الفراجمنتس دي حتعمل لها حتدير خلايا عندي بس انك تسيل تعملها انجلتمنت فبعدين تجي تي هيل مره فحتظهر انتي بادي سبيسيفيك لهذه الفراجمنت حنتكلم عليها ان شاء الله قدام في الخلايا اول شيء ناقش هذا كويس نناقش دحين احنا من اول نتكلم على ام سي كلاس 1 وام سي كلاس 2 ايش الاهميه لهم لو سمحتوا اهميه واهميه تفضلوا تفضل واحد واحد تفضلوا برافو عليك اذا له دور في الانتي برزنتيشن تفضلوا لا دور في التي سيل اكتيفيشن كمان اورجان ترانسلكتيشن اورجان ترانسلكتيشن اكيد اكيد طيب بالتاكيد الاورجان ترانسبلانتيشن وحتكلم كمان على ام سي كلاس 1 والام سي كلاس 2 ان ديتيل لما اتكلم على الاورجان ترانسبلانتيشن غيره كومبلمنت برودكشن ها لا برافو عليك على السؤال برافو عليك يا جبري على فكره في الام سي كلاس 1 2 في 1 3 3 بيعمل برودكشن كومبلمنت بس ده احنا نتكلم اليوم على 1 و 2 بس برافو عليك ودومين دي سي ده عفوا ديزي بس في نقطة ما حد قالها حد عاد بيشارك ها ما سمعكش انا على الهواء اتكلم مالك ها مالك عجب اسوسيشن اسوسيشن اللي يكون عليها اوشن فقري نعم اكيد على الاورجن ترانسبلانتيشن قالوها بس في اخر نقطه مهمه جدا الان بالمنطق بالعقل بدون ما احنا نشرحها مش الام جايه منها الجين والاب جاي منه الجين الاولاد مش حيخرجوا عن هذا الجين اللي من الام والاب فبالتالي نثبت بهالبنوه اكيد منطق لوجيك طيب اذا اول واحده زي ما تفضلتوا اللي هي ام اتش اكستنشن في الانتي برزنتيشن كمان لها دور في ريكوجنايز عبر التي سيل اكتيفيشن
الان لها دور في الاورجن ترانسبلانتيشن والجراف ريجكشن، لها دور في اثبات الباترنتي تيستنج اثبات البنوه. طبعا في ايضا الفورنسيك انفستيجيشن لو في جريمه قتل كذا يتاكدوا عبر الام سي كلاس 1. وكما زي ما قلنا بالديزيز اسوسيشن لها دور، وحنناقش ان شاء الله كمان قدام. يلا لو سمحتوا استعدوا لي وحتى هنا ولا هنا؟ عندنا لا الاسبوع الاول بدانا هنا. خلاص بدأنا يلا. طيب الام سي كلاس 1 ريستريكتد، الام سي كلاس 1 ريستريكتد مينز الات ايش معنى ام سي كلاس 1 ريستريكتد؟ تي هيل بارسيل باينز تو ام سي كلاس 1، تي هيل بارسيل باينز تو ام سي كلاس 2، تي ساكتوكسيك سيل باينز تو ام سي كلاس 1. برافو. البيبتايد انتيجين اوتسايد ام سي كلاس 2. برافو عليكم اكيد. يلا اصحابنا ام سي كلاس 2 ريستريكتد مينز ان تي هيل بارسيل باينز تو ام سي كلاس 1. حتى انت تي هيل بارسيل باينز تو ام سي كلاس 2. سلام. تي ساكتوكسيك سيل باينز تو ام سي كلاس 1. البيبتايد انتيجين اوتسايد ام سي كلاس 2 اكيد التي هيل بارسيل باينز تو ام سي كلاس 2. طيب السؤال لكم، السيلز ذات بريزنت بيبتايد اسوشيتد وذ كلاس 2 ام اتش سي مولكيولز تو هيلب ار تي سيلز ار ماكروفاجز دندريتك سيل بي سيل تي سيل اكيد الكلام صحيح ام سي بريزنتك سيل والبي سيل. طيب السايتوتوكسيك تي سيلز ريكوجنايز بيبتايد انتيجين وذ ام اتش سي كلاس 2 مولكيولز. بيبتايد انتيجين وذ ام اتش سي كلاس 1. بيبتايد انتيجين وذاوت ام اتش سي كلاس 1. وبيبتايد انتيجين اوتسايد ام اتش سي كلاس 1 اذا اكيد اللي هي وذ ام اتش سي كلاس 1 مولكيولز. على فكره عندهم فايزين عليكم ما تشوفوا التعادل اليوم. What do antigen presenting cell express on their surface? MC class 1. وبعدين مش هصيح معي قاعدة حبتي انتي جين الجيبة اميوني جين انتي جين اميوني جين. طيب الانتي جين لكم السؤال الانتي جين half low molecular weight of around have one antigenic determinant made up of many antigenic determinants usually made by lipids اكيد اللي هو antigenic determinant. طيب the alpha 3 domain in MHC class 1 contains a loop that serves as a binding site of for what CD8 yes ايش اقولون غلط بعد تي هيل بارسيل ماكروفاج تي سيل اكيد تي صح تي سيل. تسعه لكم the beta 2 domains in MHC class 2 serves as a binding site for what تي هيل بارسيل يس ماكروفاج تي سيل اكيد تي هيل بارسيل. عشره which of the following cell types would be most likely to express MHC class 1 تي سيل ها ها
سؤال 12 زودنا السؤال عشانكم يا جماعه لا تفضحونا ان شاء الله اكبر عليكم. How many different MSC class classical class 1 proteins does each nucleated cell in a human heterozygous at the MHC locus express? 6 ايوه 4 2 3 شكرا جزيلا لكم.